اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه من حلقاتنا على قناه عين تي في اللي بنتكلم فيها عن رياضه المراه وجمالها. النهارده هنبتدي معانا جهاز الام بودي. الجهاز دوت بيبتدي نعمل عليه قياسات في اول يوم في الجيم، بنبين فيه نسبه الدهون في الجسم ونسبه العضلات ونسبه الميه، بنبتدي نشوف احنا عايزين نزيد قد ايه، نخس قد ايه. لو الناس اللي عايزه تثبت بنشوف، هنبتدي النهارده نقيس على الجهاز في اول حلقه ونشوف مع بعض. خش اغنيه اتفضلي. بنبتدي نعمل قياسات بحيث نشوف الكلاينت اللي معانا عايز ايه، او الشخص اللي جاينا النهارده بيبتدي يعمل قياساته ويقيس. بنبقى شغالين مع بعض بنستنى، بياخد حوالي 30 ثانية أو دقيقة، بيطلع فيهم نسبة القياسات، نسبة الدهون الجسم، نسبة الفات، نسبة العضلات، نسبة المياه.